حيما الذي يترقبه الديمقراطي أو حكومة الإقليم بصورة عامة من الاجتماعات التي يقوم بها رئيس حكومة إقليم كردستان العراق السيد مسرور بارزاني؟ تفضل. نعم، مساء الخير، تحية لكم ولضيوفكم الأكارم ومشاهديكم الأعزاء. يعني بالتأكيد زيارة السيد مسرور بارزاني هي زيارة مهمة وجاءت في وقت عصيب كان لابد من وجوده، وبالتالي كما لاحظتم في الفترة الأخيرة هناك كان تصاعد في حدة التصريحات وأيضا في الضغط على حكومة إقليم كردستان من أجل عدم أو تأخير تسليم مستحقاته الدستورية وفق الموازنة في الوقت الذي أوفت حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه الموازنة. وهذه الزيارة طبعا مع ولقاءات السيد مسرور بارزاني لحد الآن حسب الأخبار هي لقاءات إيجابية، وربما سيتمخض عن قرار يوم غد. إقليم كردستان يريد مستحقاته الدستورية، لا يريد شيء أكثر من ذلك ولا يقبل بأقل من ذلك، وبالتالي كل ما هو موجود في الموازنة من حقوق لشعب إقليم كردستان سواء كانت نفقات استثمارية أو رواتب، فبالتالي على الحكومة الاتحادية أن تقوم بتسليم هذه المبالغ بعد أن أوفت إقليم كردستان بكل ما مطلوب منها.